السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالإشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع بيعطي 50% كل 50 دقيقة بناء على طلبكم. ناس كتير بتطلب مني إن أعمل إن ننزل مواقع من دي، بس أنا يا شباب مش مسؤول عن أي حد يحصل معاه أي حاجة عشان الموقع دي متطولش. أنا أودعت وديعة ووصلتني، وكنت عامل بضيعة في موقع تاني، الموقع ما دفعش، بس ده عشان دفع انا قلت ايه اعرضهولكو. ان شاء الله يكون كويس. هنحط هنا رقم محفظة الباية ونعمل تسجيل دخول. هتلاقي هنا يا شباب كنت حاطط 10 روبل اهو، ودفع لي 15 روبل زي ما انتوا شايفين. تمام، هنخش كده على من هنا الودائع الخاصة بينا. لا، من هنا يا شباب رابط الإحالة، ومن هنا الودائع الخاصة بينا اهو، ومن هنا الخروج. هنحط كمان 10 روبل، ودي آخر وديعة ليا. إثبات السحب اهو يا شباب اللي أنا كنت عامله من الموقع اهو، 14 روبل و58 سنت بعد عمولة الباير. اهو يا شباب كده الوديعة زي ما انتم شايفين اتحطت اهي. وهنيجي هنا على الايداعات، هتلاقوا عندي وديعة اللي هي اتدفعت والوديعة التانية اللي هي شغالة. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.